طيب تعال حمزه قسم مدنا معالم النضالي والطريق الى القدس بالدم. انها سيره الراحل القائد المؤسس ياسر عرفات عمره كاملا في سبيل شعبه، واستطاع ان يوظف كل المتناقضات. فكثيرا ما سبح ياسر عرفات عكس التيار، ولكنه استطاع ان يصل الى بر الامان مع شعبه. الله بدك صير لها شبعنا. بقدرش تخو إلا